كرة القدم، كرة القدم ده سلاح من أسلحة القوى الناعمة، أداة بتقرب الشعوب طبيعي مع بعضها، لكن برضو أداة إنها تبعت رسائل، رسائلك توصل بكلمة ببوست ولا بصفارة. ده كان موقف جمهور كوسوفو اللي صفر استهجانا للنشيد الإسرائيلي في قبل المباراة اللي ما بين كوسوفو وإسرائيل في تصفيات أمم أوروبا اللي إسرائيل هتموت وإنها تتأهل لها. تعالوا نشوف الفيديو مع بعض. صفارات بمعاني كثيرة وعميقة. أحب أطمنكم إن إسرائيل خسرت الماتش، عقبال باقي الخسارة في كل حاجة. إسرائيل خسرت الماتش، بس ريال سوسيداد الأسباني كسب بنفيكا في الملعب وكسب احترام العالم والإنسانية في المدرجات. جمهور ريال سوسيداد دخل مباراة بنفيكا في دوري أبطال أوروبا وهم لابسين هدوم بيضة برمزية ملطخة بالدماء ورافعين أعلام فلسطين. تعالوا نشوف. ايه الجمال ده؟ ايه التعبير العظيم ده؟ وايه الاسلوب بتاع لما الشعوب تتعاطف بيبقى شيء تاني خالص غير الانظمة والحكومات والدول.